جديد مع الكابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة، ومبارك له على المركز الرابع و54 نقطة وفوز كبير النهاردة على بتروجيت 6-3. وبعد ما نخلص كابتن ايهاب هنكمل مع الكابتن علاء ايهوب. اتفضل يا احمد. تحياتي لحضرتك كابتن كريم، تحياتي الكابتن علاء ميهوب، كابتن وليد صلاح الدين، معانا المدير الفني الكف اللي نقول بقى مصر المقاصة هو الحصان الاسود في هذا الدوري ووصوله للنقطه 54. ونبارك لكابتن ايهاب جلال، مبروك كابتن ايهاب، وكابتن كريم حسن شحاته بيبارك لك، كابتن علاء ميهوب بيبارك لحضرتك، كابتن وليد صلاح الدين بيبارك لحضرتك. طبعا كابتن كريم اخويا الصغير، مش عاوز اكبره قوي يعني، وكابتن علاء كابتن مصر، وكابتن وليد برده كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر، اقول لهم الحمد لله وكل سنه طيبين مبدئيا يعني، والحمد لله ربنا وفقنا النهارده يعني. يعني النهارده بنشوف مباراه اكثر من رائعه، مفتوحه من الجايبين بصراحه. احنا استمتعنا بيها كابتن، استمتعنا بيها بجد، كلنا كنا قاعدين مستمتعين، خاصه الشوط الاول. الشوط الثاني كابتن عملت تغيير سيد حمدي في المقابل، كابتن رمضان السيد عمل تغيير كريم زكري، كان واضح ان الكابتن رمضان السيد خلاص راضي بالبونت، وحضرتك كنت بتلعب على الثلاثه بونت. والله انا احنا بنلعب باي طريقه، حتى لو بنعمل زون من اي حته بنلعب على الثلاثه بونت بس بشكل مختلف شويه. طبعا يعني كنت هغير سيد حمدي كده كده يعني، التغييره كانت كده كده مش عشان كريم. اقول على الماتش كله ان طبعا النتيجه كبيره جدا على سير المباراه، برضه ان اشتغلنا كويس في المباراه، ممكن نقول 50 دقيقه او حاجه. بتروجيت يعني احنا لعبنا يمكن اسوأ 30 دقيقه في اللي لعبناهم في الفترات اللي فاتت، يمكن من اول الدوري في الفتره اللي جه فيها الهدفين، كان ممكن بعد كده يجي اكبر عدد فرص عندنا في قلب خط الدفاع، ودي ان شاء الله الحاجات دي اللي احنا نخلي بالنا منها ونعالجها ان شاء الله الفتره اللي جايه قبل المباراه الجايه. وده اللي يهمني ان احنا ربنا كرمنا، لكن برضو نشوف الاخطاء اللي عندنا. طبعا بقى بشكر لعيبه على روحها وعلى النظام بعد الجون الثالث، ان احنا قدرنا هاني رجع ورا ولعبنا سامي وبكر وضغطنا شويه على الكوره من نص الملعب ومن الاجناب ابو المجد ووحيد، وخلينا عمر حر تحتيهم شويه، وربنا كرمنا يعني. مش هقدر اقول غير كده، عمر النهارده قدر يعني. انا من بدايه المباراه وانا عمر وسعيد ما لعبوش الماتش اللي فات، بس انا كنت متخيل شكل بتروجيت هيلعبوا ازاي، وده فعلا اللي حصل، قدرنا نحرز اهداف، وعمر كان شريك اساسي هو سعيد فيهم، على الاقل ثلاث اهداف عمر وهو هدف وسعيد هدف، بس ما كانش عندنا التماسك الكبير في خط الظهر ما عدا وحيد يعني، وحيد يمكن افضل واحد فيهم، هم طبعا لعيبه كبار كلهم، لكن النهارده مش موفقين. هنصلح الحاجات دي ان شاء الله قبل ماتش الاهلي، وبشكرهم، بشكر اللعيبه، وبقول برضو الكابتن رمضان هارد لك، لان ده سير المباراه، ممكن كنت انا اخسر بعد 3-3، في فرصه كان ممكن تيجي، لكن احسب للعيبه انهم تماسكوا وقدرنا نشوف شكل مختلف شويه نلعب بيه، وبشكر طبعا اللعيبه كلها، طبعا سيد النهارده ووائل، كل واحد يحرز هدفين دي بترفع من معنوياتهم مبدئيا، وبتخليني انا برضو عندي اختيارات جيده وقبل المباراه الجايه يعني، ان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني عايزين بقى نشارك طبعا نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن ايهاب. كابتن كريم، هل هناك اي اسئله عند حضرتك؟ ايهاب الف مبروك طبعا، اولا المركز الرابع والمباراه النهارده ونتيجه عاليه جدا، وعجبني تعامله في المباراه جدا ومباراه متقلبه، لكن عايز اعرف ايهاب فكر ازاي بعد 3-3، يعني ايه كان تفكيره هو كمدير فني بعد 3-3؟ ما كانت برضه مقلقه يعني، انت غالب 3-1 فجاه بقت 3-3، انت عايز اعرف بس فكر ازاي في المباراه بعد كده. يعني كابتن ايهاب، كابتن علاء ميهوب بيبارك لحضرتك وبيقول لك يعني النهارده عجبه جدا تعاملك مع المباراه ومع سير المباراه، انما بيقول لك بعد كان 3-1 بقى 3-3، اتعاملت ازاي بعد المباراه؟ فكرت ازاي بعد ما النتيجه بقت 3-3؟ انا يعني برضو ما اكذبش عليك يا كابتن علاء، انا ما كنت متوقع ان هيحصل الكلام ده، بس كنت قلت اصبر شويه لان كنت هعمل كذا تغيير بدري، فما كانش فيه غير التغيير اللي باين قوي ان سامي لازم ينزل في نص الملعب يضغط شويه عشان هشام كان تعبان من بين الشوطين، وعنده يعني عنده رجله ركبته فيها يعني جزء خفيف، فصبرت شويه لغايه ما نشوف، لان جه في ذهني كذا شكل ان انا العب بيه، لكن استغربت ان انا سيد حمدي خبرته كبيره، هو لعيب كبير، وانا كنت هغيره كده كده، لان وائل عنده نظرين برضه
فهو كان محاسب شويه في الاشتراكات وائل، وطبعا انت عارف ماتش الاهلي الماتش الجاي، لكن انا ما كنتش عامل حساب الكلام ده، انا كنت عاوز اخلص بس المباراه دي، فعشان كده استعنت بسيد حتى تحت يعني سيد كنت اغيره حتى لو احنا كسبانين، كنت هعمل نفس التغيير لو احنا كسبانين، لانه برده كنا شويه متراجعين، فدي هتخلينا نقدر نرجع شويه نضغط شويه من الثلث الاخير واخلي عمر تحتيهم فما يقدروش يبنوا الهجمه من نص الملعب، وخلي ابو المجد ووحيد يقابلوا بدري، وده اللي حصل الحمد لله، ربنا كرمنا وهاني رجع ظبط شويه القلب نص القلب الديفنس عندنا، ربنا كرمنا في الاول والاخر بقى، ده كرم من عند ربنا ان الاهداف تيجي. الهدف الرابع انهى تقريبا على 90% المباراه، الخامس والسادس طبعا انتهت العمليه، فهي في اوقات جيده جدا طبعا، اوقات كمان مريحه، ما فيش امل انهم يحصل فيهم، حتى لو حصل حاجه يحصل ممكن يجيب جون بتروجيت. فبالنسبه لي الماتش 50 دقيقه يعني متفرقين على المباراه كلها، جيدين جدا ممتازين، عندنا شويه مشاكل في الديفنس ان شاء الله نحلها قبل الماتشات الجايه، واذا ربنا اراد ونحلها بشكل كبير هتفرق معانا في شكلنا وفي نتائجنا كمان حتى الفتره اللي جايه ان شاء الله. برضه كابتن ايهاب، يعني كابتن وليد صلاح الدين وكابتن كريم عندهم العديد من الاسئله، كابتن كريم حضرتك اي اسئله من حضرتك؟ احمد بمسي عليك واقول للكابتن ايهاب مبروك، عايز اساله بس على تجدد الدوافع والطموح، يعني ده خد منه وقت كتير، هل وصل خلاص مع اللاعبين لفكرة ان يبقى طموحهم ان هم المربع الذهبي، ولا لسه عايزة منه شوية، ومحضر ايه لمباراة الاهلي؟ كابتن وليد صلاح الدين مبارك لحضرتك كابتن هاب، وبيقول لك يعني تجدد الطموح والدوافع عند حضرتك ازاي وصلتها للعيبه، ولا يعني خلاص طموح المركز الرابع ده لسه قدامهم شويه على ما يوصلوهم، ولا خلاص كده المركز الرابع ده بقى شيء اساسي عند حضرتك ووصلته للاعبين ايضا؟ لا انا عندي طبعا كابتن وليد هو عارف انا عندي الكلام ده موجود عادي، ان شاء الله نبقى على الاقل في مركز متقدم، لكن اللعيبه انا ما بضغطش عليها قوي بالكلام، لكن بضغط عليها بالمكسب، المكسب هو اللي هيجيب يعني المركز اي مركز المكسب، وانا بقول ان هو ثلاث ماتشات احنا كان عندنا صعوبه شويه في الماتشين اللي فاتوا، عشان كده انا قلت وقفت كل حاجه، ما خصمناش، انا مش من النوع اللي بخصم عشان لعيبه بتتغلب، لكن ضيعنا 7 نقط مهمين، عملنا ماتش انا في رايي الشخصي ماتش المصري ده انا بقول انه افضل ماتش يعني بسطني انا طول الموسم، من ناحيه التاكتيك ومن ناحيه الضغط ومن ناحيه ان احنا بنسترجع الكوره كويس، لكن كنا بنضيعها بسرعه. ضيعنا نقطتين في ماتش الحرس، في ماتش كان في متناول ايدينا، الجونه نفس الكلام، بغض النظر عن اي حاجه يعني اخطاء بقى تحكيميه وكده سواء ليا او عليا ده موضوع، لكن اللعيبه حسيت انها يعني استريحت شويه، فده اللي خلاني اقول لهم ان الستة بونت بتوع الاسوتي وبتروجيت دي اللي هتخلينا بعد كده اتعامل معاكم ان الماتشات الجايه اقول لكم مالكوش دعوه بيها، الاهلي زمالك امبي مالكوش دعوه، انا بقول لكم يعني اكسبوا دول وبعدين ان شاء الله مالكوش دعوه نتحمس ولا اي حاجه بعد كده. لعيبه كانوا رجاله وهم يعني طبعا هم بيسمعوا حكايه المركز الرابع، كل الناس بتتكلم، لكن انا لسه المركز الرابع ده بعيد، انا يمكن يعني بعدنا عن الهبوط بال 54 نقطه دول، لكن المركز الرابع ده يتحدد بعد الست ماتشات طبعا الدوري يخلص، لكن بعد الثلاث ماتشات بتوع اهلي وزمالك وامبي، لان كل الناس متوقع ان اهلي وزمالك وامبي هيعملوا نتائج جيده معاك، وانا متوقع ان انا ان شاء الله هعمل نتائج ممتازه معاهم ان شاء الله. خلينا اقول لك يعني الفوز بالسعوديه امام فريق كبير زي بتروجيت يعني كان هيديك دافع يعني جامد جدا لو مباراه الاهلي الاسبوع القادم على طول، انما هي فتره التوقف دي ممكن تفرق معاك ومع لعيبتك؟ لا هي هتدينا برضو من وجهه نظري الشخصيه بعد الماتش اللي انا شفته النهارده محتاجين شغل شويه، نسترجع، انا ما كنتش بتقدر تشتغل شغل كبير في الفترات اللي فيها ماتشات ورا بعض، فالديفنس عاوز شغل، فلازم ده تمرين مش ماتشات، يعني مش ماتشات متتاليه، ده تدريب، فعاوز شغل، عاوز شغل على شويه حاجات في كيفيه هنلاعب النادي الاهلي او الانديه اللي هنلاعبها، فاعتقد ان هي يعني فتره بالنسبه لي انا جيده جدا ممتازه كمان، الناس اللي كانت بعيده تبتدي ترجع تبتدي تشتغل شويه، ممكن الشيخ يرجع معرفش ان شاء الله ينزل معانا الاسبوع ده، فعندنا يعني عندنا شويه حاجات هتفيدنا، اهمها ان انا هقدر اظبط شويه في ان شاء الله باذن الله في الاسبوعين دول شكل الديفنس شويه عشان ما يحصلناش مشاكل كبيره. يعني اتكلمنا على الغيابات بقى بتاعت حضرتك في مباراه الاهلي وازاي تستعد لمباراه الاهلي. والله احنا يعني انا بقول اللعيبه كلها اساسيه، احنا عندنا ايمن عبد العزيز وعندنا الشيخ وعندنا بزيد عندنا باسم، لعيبه كلها اساسيه، لكن لعبنا من غيرها وكسبنا،
اللعيبه اللي كانت موجوده دي قعدت وكسبنا. فده الكويس في الفرقه دي ان عندنا عدد كويس ومخلينهم الاحساس انهم اساسيين، وعشان كده لعبنا بشكل ماتش الاسيوطي ولعبنا بشكل النهارده. غيرنا سعيد بقاله مده ما بيلعبش، هو عمر كان بيلعب بس سعيد وما بيلعبش، فلعبنا عمر وسعيد النهارده، هم جايين من بره يعتبروا، ما كانوش بادين الماتش اللي فات. قعدنا عمرو بركات هو لعيب اساسي اصلا، لكن شكل الماتش انا ما كنتش شايف فيه اللعيبه غير اللعيبه اللي انا كنت شايفها، والحمد لله ادوا كلهم ادوا اداء ممتاز يعني. انا هرجع للكابتن كريم طبعا قبل ما اختم مع حضرتك. كابتن كريم، هل لديك اي سؤال اخر قبل ما اختم مع الكابتن ايهاب جلال؟ لا يعني بشكرك يا احمد واشكر لنا كابتن ايهاب وبارك له على النتيجه الكبيره، ونتمنى له التوفيق كمان في الماتشات القويه، وانا شايف ان ثقته في فرقته يعني ان شاء الله تكون مميزه في لقاءات قويه زي الاهلي والزمالك وامبي في الفتره القادمه، وعامل فرقه كبيره و من افضل المدربين في الدوري المصري في الفتره الحاليه. اشكره لنا وبارك لكل اللاعبين، وحاول تعمل لنا لقاءات مع برضو الجهاز الفني لفريق بتروجيت عشان نشوف اسباب الانهيار اللي حصل في اخر 10 دقائق. احمد بشكرك، شكرا جزيلا. كلامه